إلى أين تسير الأمور برأيك؟ والله الوضع خطير وخطير جدا يعني حقيقة. هذه السنة القادمة أنا بصراحة يعني أشوفها من أصعب السنين اللي مر ورح يمر بها العراق منذ عام 2003 حتى يومنا الحالي على عدة مستويات، وبالذات الأهم مستوى وأهم قضية اللي يعاني من عدها الشعب بشكل واضح، وبدأت المعاناة تظهر الآن إلى السطح، وهو حقيقة صعوبة الوضع الاقتصادي، قلة الموارد البلد، الموازنة التشغيلية اللي هي أكثرها معاشات أقل من الوارد دا يجي بالبلد، عندنا احتياطي، هذا الاحتياطي بدأ هذا ينضب، وإذا السنة القادمة يعني الآن من تعرفون كان عندنا 65 مليار دولار احتياطي البنك المركزي في بداية عام 2020، واليوم أقل من 35 مليار دولار، فيعني معناتها أكثر تقريبا من 3 مليارات دولار دا يصير استهلاك بالشهر يعني. فحقيقة يعني أنا في تصوري في سنة 2021 إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، أنا بتصوري الوضع جدا جدا خطير، هو شنو وما راح يبقى عندنا احتياطي. هو شنو سبب